عندي أداة الاستفهام كال بمعنى أي أو ما، وليها 4 أشكال. كال الأولى بيجي بعدها مفرد مذكر، ومعروف إن هي بتسأل عن أو مشهور، يعني يجي بعدها الأج أو النو أو السبور، الرياضات اللي أنا بحب أعملها. كال التانية بيجي بعدها مفرد مؤنث، ممكن تسأل عن الأدرس، العنوان، تسأل بيها عن كمان الماتير، المواد. كمان ممكن نسأل بيها عن اللونج اللغات، اللونج. كمان ممكن نسأل بيها عن الكولار، الألوان. كال دي بيجي بعدها جمع مذكر، وكال الرابعة بيجي بعدها جمع مؤنث. يعني ممكن أقول كال، بالنسبة لكال الأولانية أقول كالي تونو، ما اسمك؟ كالي تونو. ممكن كمان أقول كال جور جيا أنجلي، في أي يوم عندك إنجليزي؟ ممكن أقول كال، ناخد بالنا إن هي الجمع، جور تبقى إيه بقى؟ جور هنا تبقى هي كمان جمع، جيا أنجلي، في أي أيام عندك إنجليزي؟ لاحظ الفرق بين كال مفرد مذكر وكال جمع مذكر. في كال التانية اللي هي المؤنثة، كال أقول، ممكن أقول كال ماتي يير، أي مادة تي بريفير، أنت بتفضل، كال ماتير تي بريفير. لو خليتها كال واخدة أس تبقى ماتير واخدة أس كده، لو كال اللي هي بتاعت جمع المؤنث. كمان كال ممكن يسبقها حروف جر، مثال ممكن نقوله اون كال موا، في أي شهر نكون نحن في أي شهر نحن نكون، نقول بقى ايه؟ نو ثم اون، ونحط الشهر وليكن اون مارس، يبقى اون كال موا، عشان موا مذكر، جت كال بتاعت المذكر ويسبقها حرف جر عادي جدا، اون كال موا. اخر أداة استفهام بقى عندي، لماذا بور كوا، لماذا تبقى بور كوا بمعنى لماذا، ودي بسأل بيها عن السبب، والإجابة بيكون فيها بارسكو لأن، ويجي معاها كار برضو بمعنى لأن، في بور بمعنى لكي، في غرس أ، وفي أكوز دو. غالبا أو يعني بيجي بارسكو وكار بيجي بعدهم جملة كاملة، بور بيجي بعدها الفيرب في المصدر، الفيرب في الانفينيتيف، جراس أ بيجي بعدها اسم ولكن إيجابي، حاجة كويسة، أكوز دي بيكون بسبب مثلا، بيجي بعدها اسم ولكن في الأغلب بيكون سلبي. يعني أنا أقول بوركوا، أسأل أقول بوركوا إي تي أبسون، لماذا كنت أنت غائب، أو بوركوا تي يي، يعني أعمل مقص كده أجيب تي هنا والإي هنا، بوركوا تي يي أبسون. أجاوب بقى أقول أنا كنت غائب، جي سوي
Sans, je suis absent. Parce que, hein, je suis malade. عشان انا كنت مريض. يبقى بوركوا اسال بيها. بوركوا ممكن اجيب بوركوا ايتش يعني الفعل وبعد كده الفاعل، وممكن اجيب الفاعل الاول وبعد كده الفعل. ودي الاجابات اللي بجاوب فيها مع بوركوا، بارسكو وكار وبور وجراس واكوز دو. وبكده تكون ادوات الاستفهام انتهت. ميرسي.